علاقة من نوع خاص جمعت ممدوح عبد العليم بزوجته. صدفة كانت سبب لقاء جمعهم في لندن لتولد قصة حبهم. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل قصة الحب. ممدوح عبد العليم وشافكي المنيري، قصة حب بدت بلقاء تلفزيوني، حيث كان محمود عبد العليم بلندن أثناء تصوير مسلسل ليالي الحلمية الجزء الخامس، ووافق وقتها يكون ضيف في برنامجها. أعجب كل منهم بالآخر ونشأت بينهم علاقة صداقة قائمة على الاحترام المتبادل، وبعد فترة قصيرة توجت علاقتهم بالزواج لحتى يعيشوا معا حياة مستقرة. أنجب الثنائي بنتهم الوحيدة هنا، وكان لها مكانة خاصة في قلب والدها، وذلك لأنه رآها في رؤيا وهي في عمر الطفولة قبل ميلادها بثلاث سنوات. اعتاد محمود عبد العليم وزوجته أنه يستمتعوا بأجواء خاصة، فكانوا بيسافروا للندن في نهاية كل عام للاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الجديد وللاحتفال بعيد ميلاده، رغم أنه من مواليد نوفمبر. الهدية الأخيرة اللي قدمتها شافكي لزوجها كانت جاكيت مميز بمناسبة عيد ميلاده، وكان من المفترض إنه يرتديه خلال رحلتهم إلى لندن. شافكي لم تكن الزوجة الأولى في حياة ممدوح عبد العليم، فتزوج قبلها بالفنانة نبيلة كرم، لكن حياته معها لم تستمر طويلاً. رحيل ممدوح عبد العليم كان صدمة كبيرة لأسرته للمحبين، خاصة إن وضعه الصحي كان مستقر ولم يعاني من أي مشاكل صحية. فتعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة في صالة جيم نادي الجزيرة بالقاهرة، وقررت أسرته وقتها نقله لمستشفى الأنجلو أمريكان، لكن بعد ساعات قليلة وافته المنية. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.